خلوني ارحب بالاستاذ اسامه، بيكلمنا من مصر ويقول لنا يعني قضيه القادسيه والامل من وجهه نظره وفقا للحقائق اللي حصلت. استاذ اسامه اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. بكرر الشكر لحضرتك يا استاذ احمد والفريق الاعداد، لان من الواضح كده صراحه ان فريق الاعداد محضر بصراحه للموضوع كويس جدا، لان انا سمعت الانترو اللي حضرتك قلته، معلومات حضرتك كلها مظبوطه. اولا الارض دي يا استاذ احمد بقى لها ما يقرب من يعني معديه ال 40 سنه، شركات كانت اخذتها من هيئه التنميه الزراعيه بغرض الاستصلاح وما انفعش استصلاحها، وبالتالي صدر قرار من لجنه هيئه الاستصلاح الزراعي رقم 116 لسنه 1988 بعدم صلاحيه الارض للزراعه لسببين، لان التربه صخريه ولان ارتفاع نسبه الملوحه في الخزان الجوفي، اصبح ان الارض دي انتفت عنها صفه الزراعه. تاني قرار طلع للأرض بتاعتنا دي سنة 97، السيد عمر عبد الآخر كان محافظ القاهرة طلع القرار رقم 97 لسنة 1997 اللي كان بيقول أو كان بينص على تغيير نشاط الأرض من زراعي لسكني ابتداء من الكيلو 26 للكيلو 64، يعني تقريبا وصل لغاية حدود العاشر من رمضان. تالت قرار طلع لنا يا أستاذ أحمد قرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، القرار ده رقم 66 لسنة 2009 بضم مدن القادسية والأمل والطلائع لمدينة العبور الجديدة بمساحة 16409 فدان. أصبح كده يا أستاذ أحمد الأرض ما بقتش زراعة بشهادة وزارة الزراعة نفسها، والأرض دخلت حيز العمراني بناء على القرار بتاع السيد عمر عبد الآخر، واحنا دلوقتي انضمينا للعبور الجديده بناء على القرار الجمهوري اللي اصدره الرئيس محمد حسني مبارك. تمام. دول الثلاث حاجات. طيب انا عايز اسال بقى سؤال يا استاذ احمد، ابتداء بقى من سنه 97 بدات بعد صدور القرار رقم 97 اللي هو اصدره السيد عمر عبد الاخر، الشركات اللي كانت واخده الاراضي من وزاره الزراعه بدات تتعامل عليها على اساس ان هي اراضي سكنيه، فبدات تقسم وتبيع. الاعلانات بتاعه بيع الاراضي ديت يا استاذ احمد كانت ملء السمع والابصار، قدامنا على الشاشه الاعلانات دلوقتي، الاعلانات ما انا عايز اوصل نقطه يا استاذ احمد، ان كل الاجهزه المعنيه في مصر كانت شايفه اللي بيحصل. طب حضرتك دلوقتي ليه ما طلعتش قلت يا جماعه ان الارض دي ممنوع التعامل عليها؟ زي دلوقتي النهارده هيئه المجتمعات العمرانيه حتى يافطه قد كده ان الارض دي ممنوع التعامل عليها بناء على القرار 229. عايزين منكم ايه بقى يا اسامه؟ عايزين منكم ايه؟ اقول لحضرتك اول حاجه بعد القرار 249 ده يعتبر لغى القرار 66، كلام حضرتك مظبوط، وسلم الحيز العمراني كله لمدينه العبور الجديده لهيئه المجتمعات العمرانيه. هيئه المجتمعات العمرانيه دلوقتي بتتعامل معانا من منطلق ان دي اراضي دوله، فاول حاجه فرضت رسوم علينا مش شايفانا الاول كملاك، ما بتتعاملش معايا كمالك من اساسه، فرضت رسوم علينا. اول شريحه من متر ل 300 متر يدفع 1200 جنيه للمتر، من 300 ل 500 ادفع 1400 جنيه للمتر، من 500 فيما فوق ادفع 1750 جنيه على المتر. طب يعني اي عائل رشيد يقول ان انا من 20 سنه شاري 500 متر النهارده اجي ادفع عليهم 700000 جنيه بتاع ايه؟ وانت دافع عليهم ودافع ثمنهم ومعاك عقدهم من 20 سنه. يا استاذ احمد احنا كلنا معانا عقود نهائيه، كلنا معانا عقود نهائيه، انا معايا عقد نهائي. طب يا اسامه ليه ما بتختصموش الحكومه في القضاء؟ اقول لحضرتك يا استاذ احمد، لان اول حاجه هيئه المجتمعات العمرانيه بتلعب معانا لعبه القط والفار، ما بتمسكناش ورقه، ما فيش قرار احنا ماسكينه من هيئه المجتمعات العمرانيه، ولا ورقه ماسكينها من الجهاز عشان خاطر نقدر نطعن عليه على اي قرار. لو احنا رحنا القضاء القضيه اللي احنا هنرفعها او الدعوه دي هتترفض. ليه؟ لان انا ما فيش قرار في ايدي ممكن اطعن عليه. ما فيش ورق رسمي. اول حاجه يا استاذ احمد ما فيش ورق رسمي. تاني حاجه بقى يا استاذ احمد ودي المهم، هيئه المجتمعات العمرانيه دلوقتي جت قالت ايه؟ قالت ان احنا هنخصم منكم 20% للشوارع. طب انا كنت مشتري ارضي متقسمه تقسيم مباني وكان في شوارع 10 متر و15 متر و20 متر، وفي تقسيم عند حضرتك دلوقتي موجود مع الاعداد في ناس شاريه وفي شوارع على شوارع 30 متر. يعني انا كنت شاري في شوارع، طب احسب لي الشوارع دي، يقول لا مالكش دعوه بيها. طب الشوارع دي هتروح فين؟ مالكش فيه. طب الشوارع دي انا دافع فلوسها، ما هو الشارع ده لو هو 20 متر فانا ليا 10 متر دول بتوعي على الواجهه، يعني انا لو واجهتي 20 متر بطول بيتك يبقى انا كده او بعرض البيت صحيح يبقى انا كده ليا 200 متر،
ماشي. طب ال 200 متر دول احسبهم لي، يقول لا مش مالكش فيه. ده أول نقطة. تاني نقطة إن جاء الجهاز بعد كده لما جينا الملاك اعترضوا على 20%، قال خلاص هنخليهم 15% للمساحات الأقل من 500 متر، وابتداء من 500 متر هناخد منهم ال 20%. طب أنت دلوقتي المخططات اللي أنت كنت عاملها للقرعة الأولانية والقرعة الثانية كانت في شوارع 18 متر، القرعة الأخرانية أو آخر مخطط أنت أعلنته الشارع 13 متر. طب أنت كده عملت لي إيه؟ ما أنا كان عندي أوريدي شوارع 20 متر، وكان عندي أوريدي شوارع 15 متر. أنت جاي تلوي دراعي وتاخد حقي وعايزني أقف ساكت؟ أنت دلوقتي عملت لي إيه عشان طب يا أسامة هم ليه عايزين ياخدوا الأرض دي؟ إشمعنى الأرض دي؟ إشمعنى القادسية؟ يا فندم هو ما انا بقول لحضرتك اول حاجه الامل القادسيه دي عشان خاطر قريبه من العاصمه الاداريه، والارض طبعا بعد المحور والدائري والمحور الاقليمي والمونوريل والقطر الكهربائي الارض قيمتها عاليه. فمن الاخر الحكومه شايفانا ان احنا عشوائيات لازم ازالتها من المكان ده. هم مستخسرين الارض فيكم يعني يا اسامه؟ من الاخر مستخسرين فيكم الارض؟ من الاخر مستخسرينها فينا، شايفيننا ان احنا موجودين في المكان ده، احنا نعتبر من العشوائيات. هو في حد اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ احمد، هو في حد طالع عمره عينه على الارض ولا حاجه؟ اكيد ما اكيد الله اعلم احنا ما نعرفش. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ احمد، هيئه المجتمعات العمرانيه اللي اصدرت القرار بالنسبه لنا كمواطن بسيط، ودي ارضي اللي انا شاريها، اللي انا شاريها بفلوسي اللي مش حاسبها، لان التنازل عن الارض مش موجود في ثقافتنا كمصريين. كلمه دي لازم تتبروز، انا ارضي مش حاسبها. هيئة المجتمعات العمرانية اللي طلعت القرار ان ادفع 1200 جنيه و1400 جنيه و1750 جنيه، هي نفس هيئة المجتمعات العمرانية اللي قننت اراضي ستيلا مصر لرجل الاعمال ايوب عادل ايوب ب 27 جنيه المتر. هي نفس الهيئة. امتى تم التخصيص ده؟ لا تقريبا من حوالي تقريبا 20-25 سنة، واحنا في معانا ملاك عقودها في نفس الحقبة الزمنية. عادي، ما هم باعوا ارض قبل كده لعلاء مبارك ب 75 قرش المتر. عادي يا فندم، في احنا عارفين ان في اراضي اتباعت بجنيه المتر و50 قرش المتر والكلام ده كله. طب بس انا دلوقتي كهيئه مجتمعات عمرانيه، انت مشكلتك ان انت جاي عايز تطبق عليا القرارات اللي انت حاططها للناس اللي جايه تاخد منك اراضي دوله. انا بالنسبه لي دي ارضي. انت مش ارض دوله، انت مالك بقالك 20 سنه. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ احمد، لان بص انا ده مني بتكلم الحمد لله بقول شهاده حق، لان ربنا هو اللي حاسبني عليها. لو كان المبدا بتاعك كدوله انك انت النهارده جاي مش شايفني كمالك، معنى ذلك انك انت رجعت في تعاقداتك مع الشركات اللي انت بعت لهم واللي احنا اشترينا منهم. طب ما تيجي بقى نفتح بقى الدفاتر وتقول لي انت بعت لهشام طلعت مصطفى الارض بكام، وبعت لاحمد بهجت الارض بكام، وقننت واراضي الساحل الشمالي اللي اتباعت على اساس انها ارض استصلاح. يا استاذ احمد النائب محمد ابو العينين لسه متنازل عن مليون متر مربع للهيئه للدوله. ليه؟ الاراضي دي كلها كانت متاخده ببلاش، احنا ما اشتريناش ببلاش، انا شاري بفلوس، ووقت ما انا اشتريت الفلوس دي لا كانت تسوى. طيب تسوى. انا عايز بس حضرتك تفضل معايا، معانا الاستاذه منى من السعوديه تدخل معانا. استاذه منى اتفضلي. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام استاذ منى. اي حاجه، انا بشكر حضرتك جدا ان انت فتحت لنا ان احنا نطلع المشكله، لعل وعسى صوتنا يوصل، لان احنا تعبنا صراحه، احنا تعبنا عمالين نهاتي، واحنا للاسف كاننا بندن في ملطة. ايه طلباتكم؟ ايه طلباتكم يا استاذه منى؟ عايزين ايه؟ ايه اللي يحل المشكله دي؟ بص يا استاذ احمد مشكلتنا بتتلخص في القرار 249 لما صدر حضرتك بانشاء مدينه العبور الجديده. القرار 2016. لما يصدر من رئيس الجمهوريه، لا 249 بانشاء العبور الجديده 2016، حضرتك القرار ده لما بيصدر من رئيس الجمهوريه بيصدر على ارض ملك الدوله، على ارض تبع الدوله، ومصر بسم الله ما شاء الله اراضيها شاسعه مليانه. بدل ما تيجي حضرتك تحط قرار يقف قدام الملك الغلباني اللي كان كل حلمه 150 متر يبني اوضه وصاله عشان يحموه من الجشع بتاع الايجار، ودي انت شايف اللي بيحصل النهارده من الاخوه السودانيين، ان شقق وصلت ل 20 و25 و30 الف جنيه بيقعدوا فيها اسر وبتاع. انت النهارده الشاب المصري اللي بيقبض 3 4000 جنيه حضرتك يقدر يجيب شقه منين؟
انا بوفر لنفسي وبوفر عليك ان انا بعمل بيت يحميني ويحمي ولادي، الم ولادي حضرتك لما اكبر في السن الاقي ولادي حواليا. ما هو ما ينفعش حضرتك بعد ما تشقى وتتعب وتكبر في السن تلاقي ابنك ده في شمال وبنتك في يمين، داعية ما تلاقيش حد يطبطب عليك. يا زمانة من حقك في الدستور ان الدولة تحمي لك ملكيتك الخاصة اللي معاكي عقد ليها وتقدمي لك مرافق. انا عندي قانون 35 اللي بيحمي الملكيه الخاصه. عندي حضرتك انا كمواطن البلد اللي توفر لي حضرتك انها تقدم لي المرافق لحد قطعه الارض بتاعتي. صحيح. مفيش حد بيقول لي انا شاريه 420 متر، شارياهم من 2002 المتر ب 140 جنيه حضرتك على شارح 30 متر الرئيسي، وانا كنت واخداهم بالسعر ده كان ساعتها ب 60 وب 40 وب 20، لكن انا لما دفعت حضرتك دفعت المبلغ ده لان ارضي على الشارع ال 30 مميزه. فاهمني؟ لما تيجي النهارده تعمل لي القرعه بتاعت الفنكوش اللي هو بيعملها وتضرب الارض في الخلاط وتيجي تديني انا اللي شاريه بحته على شارع 30 ترميني على شارع 11، اي حق واي انسانيه واي قانون ارضي او سماوي بيقول كده؟ طلبات حضرتكم يا استاذه منى عشان تتحل المشكله. احنا مش عايزين منهم، احنا مش عايزين، احنا مع الدوله، احنا مع الدوله، مش عايزينك تعمل لنا مرافق هنعملها على حسابنا. احنا عايزينك بس تحط لنا سعر عادل، سعر معتدل زي ما عملت في السله مصر ب 27، خد احنا مننا لحد 200 جنيه. خلي بال حضرتك يا استاذ احمد، ناس كتيره جدا غلابه منهم ارامل ومطلقات وناس معاش، في ناس على فكره خدت الارض دي زي حالتي من قبل 2002 و2000 عشان انها تعمل بيت لعيالها، كانت محوشه قرشين اقتطعت من بقها ولبست شميز واحد وجابت عبايه واحده علشان تقدر توفر قصات الارض عشان اقدر ابني. حضرتك النهارده اللي كان معاه قرش عينه للزمن مع غلو اسعار مواد البناء دلوقتي ما يقدرش يبني النهارده. معلش انت بتتكلم في منطقه 120 الف مالك من كل محافظاتك يا مصر، 120 الف مالك القادسيه والامل، انا بقول كلها هي مصر. انت ازاي يا مصر تكوني وحشه مع اولادك كده؟ ازاي الام تبقى معلش يعني تمنعي عن ولادك اللبن الطبيعي وتديني لبن صناعي عشان اشتريه بفلوس؟ وفي ناس كتيره جدا غير قادره على ذلك. نعم. النهارده انا ما بطلبش منك حاجه، انا ما بقولش للدوله اديني، ده انا بالعكس بقول لك انت زي ما حطيتي في العاصمه الاداريه 50,000 فدان بيقولوا اتكلفت كام مليون، احنا بنحطين لنا الدبل او التري، يعني انت بدل ما بتكلف هنا مليون هيكلفك 3 مليون. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا فين حق الدستوري لما انت حضرتك نزلت قرار 2016 وحطيت ولايتك على الارض؟ كان المفروض ان انت لو جهاز بتعمل بطريقه اداريه صحيحه كنت جبت العشر شركات العشرين شركه وقلت لهم تعالوا كلنا لنا عقود حضرتك كلنا رقم موبايلات ورقم ارضي ولنا عناوين، ابعتوا لكل المشترين اللي عندكم بخطابات بعلم الوصول عشان يجوا الجهاز يقدموا ورقه. طيب. احنا انا واحده زي حضرتك انا كنت بره ما شفتش ما اعرفش، جت الكورونا منعتني من النزول، لما نزلت السنه دي رحت اطمن على حته الارض ما زالت موجوده ولا لا، فوجئت حضرتك ان الحد بيقول لي هناك كذا ان في تقرير وفي، جريت على الشركه، الشركه خدت مني على فكره حراسه باثر رجعي، خدت مني كارت مساحه، خدت مني عشان اوضف فايل ومعايا تسلسل ملكيه. في حاجه كمان المخطط اللي نازل لك ده، ده الارض بتاعتي انا، انا واخدها وهناك صاحب الارض بتاعتي كان قايل لي ان هو هيسفل لنا الشوارع وهيسلمنا الارض بميه بميه وحضرتك بكهرباء، وفعلا الناس عايشه هناك دلوقتي، بس قال الصرف الصحي مش هقدر اطاله لان تابع الدوله. لما حصل القرار ده حضرتك صاحب الشركه شال ايده، مش هعمل لكم حاجه خلاص، انتوا مع الدوله، انا اللي عليا ان انا قلت لكم. اذا الدوله الان في مشروع الامل والقادسيه تضر ولا تنفع؟ انا هكتفي بالقدر ده يا استاذه منى والاستاذ اسامه لان معايا ام معاذ كمان هسمع منها. بشكر حضراتكم، معايا ام معاذ اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا حضرتك يا فندم. تسلمي يا رب، اهلا بحضرتك. يعني باختصار يا ام معاذ لان مش عايزين نعيد الكلام اللي قاله الاستاذ اسامه والاستاذه منى، انت شايفه حل المشكله دي دلوقتي عند مين؟ واختاري الشخص او شخصين ووجهي لهم رسائل باسمك وباسم اهالي الامل والقادسيه. اولا اول اسم رئيس الوزراء، حضرتك لما كان رئيس وزير الاسكان كان عنده علم بموضوع الامل والقادسيه، تمام؟ تمام. دلوقتي حضرتك هم كانوا بيقولوا لا دي زراعيه، لا طبعا انا عندي قرار 116 لسنه 98 بيقول ان الارض لا تصلح للزراعه لانها صخريه والملوحه في الخزان الجوفي بتاعها عالي. جه محافظ
الو ايوه يا فندم كملي الكلام. جه محافظ حضرتك عمر عبد الاخر سنه 97 عمل القرار ان حولها من زراعي لسكني من العاشر من رمضان للعبور، تمام. 2009 السيد حسني مبارك الله يرحمه قال قرار 209 لسنه 66 انا من الامل والقادسيه سنة 2009 دول عبور جديده. أيوه. تمام يا فندم، دول اسكان. جه جه سعاده الرئيس السيسي لغى القرار بتاع حسني مبارك عشان يلموا مننا فلوس إتاوة في صورة تقنين. تقنين إيه؟ أنت بتقنن إيه؟ هو أنا هو حضرتك حط كل الملفات في إيد هيئة المجتمعات العمرانية، يبقى أنا بكلم رئيس الوزراء ورئيس الإسكان. أنتوا إزاي تقنين؟ هو أنا أنتوا بتعرضوا أرض على العامة وإن إحنا اشتريناها منكم وبتدفعونا تقنين؟ أنا حضرتك دي ملكيتي، ملكية خاصة مشهورة في الشارع العقاري، إن الأرض دي أنا شاريها من شركات. هو أنتوا فقتوا دلوقتي والحكومة القديمة ما كانتش فايقة؟ كانت لما كانت عرضها في حضرتك في التلفزيون وكانت على الجرائد الرسميه كلنا اشترينا 120 الف مواطن اشتروا من الشركات دي، كنت انتوا فين؟ كانت الحكومه الثانيه نايمه يعني، ودلوقتي الحكومه الفاشله بتاعت مصطفى مدبولي هي اللي جالها الفقه، هي اللي فقت عشان يدفعوا لي تقنين على المتر 1200 ويقول لي لا دي حضرتك على اجمالي الارض. ازاي على اجمال الارض؟ ده المفروض على الوجه. يعني انت حضرتك هتدفع لي تقنين وهتسد لي الميه والكهرباء على على سوري يعني على راس الارض من بره؟ طب لما انا ادخلها عندي على الارض مش هتدفع لي رسوم ثانيه؟ ايه ده؟ ايتاوه؟ بلطجه؟ هو اللي انتوا عايزين تسدوا القروض اللي انتوا سالفينها بتسدوها من دم الغلابه الشقيانين اللي سافر واللي باع الذهبها واللي اشتغل واللي راح واللي جه عشان نجيب حته ارض لولادنا نبني عليها؟ احنا مش مكلفين الدوله حاجه، ولا بنقول لهم ادونا شقه، ولا بنقول لهم حاجه، نقول احنا عايزين نبني بشقانا، دي ارضنا. ان اردت ان تطاع فوق مرغوب ومستطاع. حضرتك ما تفرضش عليا على المتر 1200، يعني انا 500 متر ادفع لك 700 الف جنيه؟ هو انا بشتري الارض تاني منك بورقه مخطوطه من جهاز العبور وحضرتك بتثبت دلوقتي سرقه جهاز العبور للاراضي؟ مش عايز يفتح باب التقنين للناس اللي تخلفت عن التقديم قبل كده عشان كل الناس ال 30000 واحد اللي ما قدموش ياخدوا اراضيهم؟ اولا بيفرضوا علينا ازمه الشوارع، يعني احنا ما اشتريناها. لا انا مش عايز اعيد الكلام يا ام معاذ، انا عايز بس في نص دقيقه تقولي لي الحل لان وقتي في الفقره دي انتهى. ايه الحل من وجهه نظرك في نص دقيقه لو سمحتي؟ حضرتك يا فندم ان رئيس الوزراء يدي اوردر لوزير الاسكان او رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه انهم يرفقوا بحال الناس شويه، ومفيش حاجه اسمها تقنين لان انا ما بشتريش الارض منك ولا من هيئه ولا من هيئه المجتمعات العمرانيه. لا للاسف دي ارضي، دي ارضي، دي ملكيه خاصه بحمايه دستور والقانون. انا ما بشحتش منك، انا قدمت في الرقابه الاداريه والنيابه الاداريه وما اشوف ان شاء الله قرار الرقابه الاداريه هيقول لنا ايه على المهزله اللي بتحصل دي. هم عايزين يقطعوا جيوب المواطن اي حاجه، قال ما فيش حاجه ببلاش. هو قال ما فيش حاجه ببلاش ولازم كلنا ندفع. ندفع ندفع ازاي؟ دي ارضنا احنا شاريينها بشقينا. اشكرك يا ام معاذ. اذا ارضكم 120 الف اسره تعدادهم حوالي من 600 ألف ل 800 ألف مواطن، طيب يعني لابد يكون للنظام عقل لان دي مصلحة المواطن اللي بيحمي الدستور وبيحمي ملكيته الخاصة، خاصة انه عندهم عقود نهائية، هم مش لسه جايين يشتروا، الناس عندها عقود من 20 ومن 30 سنة. نرجو ان يكون في ناس عندها عقل في البلد.